بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، أتهانينا لكم جميعا بمناسبة الذكرى 49 لثورة 26 من سبتمبر العظيمة، تلك الثورة الإنسانية ضد الظلم والجهل والفقر والتخلف. إنها ثورة إنسانية بكل ما في المعنى، فتهانينا لكل أبناء الوطن. بهذه المناسبة العظيمة نحن نحتفل بهذه المناسبة، مناسبة الذكرى 49، ووطننا العزيز يمر بمرحلة خطيرة بالغة الدقة والأهمية منذ أكثر من سنة، وعلى وجه الخصوص الأشهر القليلة الماضية ما قبل الحادث الإجرامي والإرهابي الذي حدث يوم أول جمعة رجب في جامع دار الرئاسة، أو ما قبلها أو ما بعدها. إنها حوادث إجرامية إرهابية من قبل عناصر لا تشعر بالمسؤولية، ولكن همها الركض وراء السلطة ونهب الثروة وإغلاق السكينة العامة وترويع المواطنين في الأحياء والمدن والطرق. وما حدث خلال تلك الأشهر والأسابيع من إرهاب في الاعتداء على المعسكرات في كل منه وبني حشيش وأرحب وعلى رجال الأمن في تعز، وكذلك على اللواء 25 ميكا في أبين، اللواء البطل الصامد الشجاع مع الشرفاء والمخلصين من أبناء محافظة أبين، لكنوا الإرهابيين وكبدوهم خسائر كبيرة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. شكرا لأشقائنا في المملكة، وشكرا لأصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية لتعاونهم معنا ضد العناصر الإرهابية أي تنظيم القاعدة، والمدعومة تماما من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون والخارجين عن الشرعية الدستورية الذين زودوهم بالمعلومات والدعم المالي والعسكري. ولكن شعبنا الصامد والشجاع، وكما صمد في ملحمة السبعين ضد قوة التخلف والجهل والمرض، صمت في هذه المرحلة الخطيرة، صمت ضد الأزمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية نتيجة لمسببيها ومروجيها والمستفيدين من ورائها كتجار حروب وتجار سياسة ومبتزين لثروات أبناء الوطن كشركات ومؤسسات ومصالح. وأنا أتذكر تماما بما حدث بعد الحادث الإجرامي الذي حدث في جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب من ترويع لكل أبناء الوطن، وما لحق به من آثار جمة في الجوانب الاقتصادية
خاصة في مجال المحروقات واقتطاع التيار الكهربائي والمواد الغذائية، ولكن شكرا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك لأخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد وولي عهده الأمين الصادق الشيخ محمد بن زايد النهيان على دعمهم واستجابتهم للإغاثة والنداء الذي أطلقه الفريق عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لإسعافنا بالمواد مواد المحروقات الذي أعادت للمدن الحياة في مجال توليد الطاقة والمياه وشتى المجالات. فشكرا وألف شكر للأشقاء في مثل هذه الظروف الصعبة. الأخوة المواطنون الأعزاء، إن الأزمة كبيرة وعظيمة وتستحق إلى أن العقلاء والسياسيين أن يراجعون مواقفهم وأن يستفيدون من الدروس. ماذا حدث خلال هذه الأشهر الماضية غير إزهاق للأرواح والإطاحة بالممتلكات والاعتداء على مؤسسات الدولة ونهبها وإخافة السبيل، وكذلك الاعتداء على المواطنين في الأحياء ونهب ممتلكاتهم ونهب متاجر الذهب والمواد الغذائية في حي هايل في كنتاكي في حي القاع الذي اعتدوا على فرع مؤسسة الكهرباء، مؤسسة خدمية. ماذا تريدون منها؟ حركتمها، ماذا تعمل بكم هذه المؤسسة؟ الأخوة المواطنون الأعزاء، كل هذا الركض وراء السلطة. نحن تحدثنا عن الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع مرارا وتكرار، ونحن اليوم نكرر، نحن ملتزمون بالمبادرة الخليجية لتنفيذها كما هي والتوقيع عليها من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي الذي فوضناه بموجب القرار الجمهوري، وأنه القرار ساري المفعول وهو مفوضا لإجراء الحوار والتوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية للخروج بالوطن من هذا المأزق الخطير، ولنتجه جميعا نحو الحوار والتفاهم والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وانتخابات رئاسية مبكرة كما جاء في المبادرة الخليجية. ولكن أزيد على ما جاء في المبادرة الخليجية أن تكون انتخابات كاملة رئاسية وبرلمانية ومحلية إذا تم التفاهم حولها، ما لم فنحن ملتزمون بما جاء في المبادرة الخليجية. ونؤكد للأشقاء الذين أصدرون بيانهم يوم أمس من قبل وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أننا على استعداد للتعاون على تنفيذ هذه المبادرة، وكذلك للتجاوب مع البيانات التي سطرت من البيت الأبيض والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والذين أيدونا عندما اصطرنا قرارا جمهوريا بتفويض نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي بإجراء الحوار مع اللقاء المشترك وحلفائهم
وكذلك للتوقيع على المبادرة وأصدروا تلك البيانات. شكرا لهم، ونحن ملتزمون بنفس القرار الذي أصدرناه، ومنحنا الأخ نائب رئيس الجمهورية كل الصلاحيات. الأخوة المواطنون الأعزاء، كان من المفترض أن نتجه نحو البناء والإعمار، مش نتجه نحو إخافة السبيل وترويع المواطنين الأطفال والنساء. لماذا؟ من أجل الركوض وراء السلطة؟ لا يجوز. السلطة ممكن تجيكم. أنا جئت من الرياض بعد أن قضيت فترة علاج أكثر من 112 يوما برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله صحتي لا بأس، وأواصل العلاج وإعادة التأهيل خلال الأشهر القادمة. ولكن التفويض مع نائب رئيس الجمهورية ومع الحكومة ومع مؤسسات الدولة والسلطة المحلية، والقرار ليس في يد شخص ولكن في يد كل أبناء الوطن الذين يحبون هذا الوطن. يا من تركضون وراء السلطة، تعالوا معا لنتجه نحو صناديق الاقتراع. نحن لسنا مع الانقلابات، نحن مع المطالب المشروعة سواء للأحزاب أو للشباب. أيها الأخوة الشباب، ما أنتم إلا ضحايا يزجوبكم في المحارق ويدفعون بالكم في الأمام، وتأتي الأطقم المسلحة لتطلق النار وتردي وتودي بحياة رجال الأمن قتلى في الشوارع. ما أنتم إلا ضحايا لتلك العناصر. كم كنت أتمنى أن تلك العناصر التي تدفع بكم وتروج أن تكون في مقدمة الصفوف، ألا تأتي بكم إلى المحارب. وأنا أأسف لبعض البيانات الساطرة عن بعض المؤسسات الدولية التي تناشد الدولة بأنها تضبط النفس، ولماذا ما تنادي الذين يقومون بنهب الممتلكات العامة والخاصة وتناديهم بأن يلتزموا بالنظام والقانون. دستور الجمهورية اليمنية كفل لكل المواطنين حق التظاهر والتجمع بالطرق السلمية وليس بالعنف والإرهاب، كما حدث في دار الرئاسة، كما حدث على المعسكرات في أرحب، كما حدث على المعسكرات في أبين. نعم، تعالوا لنتشاور لنتحدث، يعني في كل الأحوال أي مشكلة لا بد لها حل. إذا نتحاور بدون زفك الدماء. لماذا تسال الدماء؟ ستطلعون على نهر من الدماء إلى كراسي السلطة، لن يقبل بكم ولا يقبل من الشعب اليمني أن نكون حكاما على نهر من الدماء. ما هو الظلم؟ هذا هو الظلم بعينه، عندما تزجون بالمواطنين في المحارب، عندما تخيفون السبيل، عندما تقلقونهم في مساكنهم وفي أحيائهم ولا يستطيعون يذهبون إلى المدارس أو إلى الجامعات نتيجة للإرهاب وللخوف. إذا كان ترهبون المواطنين وأنتم خارج السلطة، كيف سيأمنكم شعبنا اليمني عندما تكونوا على كراسي السلطة والأمن والجيش والإمكانيات في أيديكم؟ هذا وأنتم ترهبون المواطنين وليس بأيديكم شيء إلا العنف والإرهاب. تحية لكم يا أبناء شعب سبتمبر وأكتوبر، تحية لكم في الداخل والخارج، تحية للمرأة والرجل والطفل أينما كنتم. الثورة منتصرة، سبتمبر وأكتوبر المجيدتين والثاني والعشرين من مايو، نحن منتصرون على كل أنواع الظلم والتحدي. واسمحوا لي في هذه المناسبة الغالية على كل أبناء الوطن رجالا ونساء عسكريين ومدنيين، أن أتوجه بالشكر إلى أفراد القوات المسلحة والأمن البواسل
الذين يقدمون كل يوم من خيرة منتسبينها من الضباط والطف والجنود فداعا للثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية. تحية لكم، وأترحم على الشهداء، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وأعزي نفسي وشعبنا وأسرة الأستاذ الجليل والكبير عبد العزيز عبد الغني، ذلك الرجل الصامد والرجل الأمين والشجاع الذي سقط شهيدا من أجل الوطن في ذلك الحادث الإجرامي الذي حدث في أول جمعة في رجب في جامع دار الرئاسة، في جامع دار الرئاسة جامع ذهبنا لأن نؤدي الصلاة، من وراءه الله أعلم، وأنتم تعلمون من هما، والتحقيقات ستكشف عاجلا أم آجلا من وراءها ومن المتآمرين. أتمنى لشعبنا النصر والثبات والتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.